مازال برفقتنا الدكتوره في دوام الياني اللي هي متخصصه في طب الامراض الجلديه كنتكلموا على التمددات وعلى السلوليت كذلك اللي شفنا انها من الاشياء الهرمونيه اللي كتصيب النساء اكثر وهي اللي كتخلي الجلد ماشي تمزقات مي كتخلي الجلد على شكل بحال دوك الهضبات اللي تيكونوا في الجلد تورم هضبات الليمون نعم شفنا معك ان كاين علاجات بعدا ديال التمددات ماشي علاجات مي على الاقل كنحاولوا نقادوا نقادوا المظهر ممتاز السلوليت <applause> كاين عندها علاجات وي <applause> كونطخ لا سيلوليت آه كاين عندها علاج اهم حاجه اننا نهرسوا هاد الدهون اللي متراكمه تحت من الجلد ممتاز تنهرسوها كاين الات مثلا واحد الاله اللي تستعمل لو بالبيغولي اللي كيني تيعرفوا شنو هي تقنيه البالبيغولي ان آه تنديكوليو هاد الدهون المتراكمه مت من تحت من الجلد فوالا اي آه بوي آه تنديروا لولتراسون لولتراسون هي اون بول دير كاين الهواء وسط الخليه الدهنيه باش تحل <applause> وتتلوح لنا الدهون في العروق اللمفاويه أيوه. وتنديروا لا راديو فريكونس واحد التقنيه اللي الجلد باش ما تيبقاش مترهل نعم. دونك هذه اله لعلاج لا سيلوليت <applause> ابري الناس اللي يديروا مثلا كريمات ولا زيوت في المنزل تنوصيوهم يكون فيهم مثلا زيت ارغان يكون فيهم ويل دو زيز زيز أرجان ويل زيت ارغان وكاين زيوت بحال ويل دامون زيت اللوز أه لكن كاين بوكو شوز ولكن اهم حاجه هو المساج فوالا المساج <applause> إيه دونك هنا المساج خاصو متخصصين يعني باش انه يمسحوا ولا نفسه الشخص نفسه يقدر الانسان نعلمه كيفاش يدير البالبيغول ممتاز ولكن. ممتاز غير غير بصباعو يفوت هاد لاغريس هذا هو المبدا سي سي ماشي غير زيوت تندهنوا خاصنا نخدموا بالبالبيغو اللي بيدينا ووالا. اي بي الناس اللي عندهم لا سيلوليت او ديماتوز اللي تيكون فيها الماء خاص دي. دريناج لامفاتيك، فوالا باش كنحيدو داك الاحتباس ديال الماء كنحيدوا الاحتباس ديال الماء اي كاين واحد النوع اخر ديال لا سيلوليت تسمى فيبروز تتكون دولوغوس صدر وقاصحه دور هذيك خاصها الاله اللي تتهرس هذوك الالياف فوالا الالياف ديال الكولاجين اللي 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 نعم هاد العلاجات فعاله ولا كتاخذ حصص بزاف تعطي نتائج زوينه وما نساوش لاميزوثيرابي لاميزو هي حقن فيتامينات باش هاد الدهون ما تبقاش متراكمه وباش الدوره الدمويه تكون مزيانه نعم. والوقايه التغذيه الرياضه صح وتجنب الملابس الضيقه مثلا اللي كتجمع واللي كتزير اللحم نعم. كيف كنقولوا نعم. هنايا على كل انواع البشره ممكن الناس تحيد كبشرة أه سمراء نعم كبشرة بيضاء نعم ماشي نعم الآلة تدار جميع أنواع جميع ألوان البشرة نعم عكس لي فيرجيتور لازيغ سي أو تكون الميلانين نعم, نعم ممتاز